تضربيها ليه؟ عملت لك ايه المسكينه دي؟ ذنبها انها عايزه تكلم امها؟ انت فاكره ان كل الامهات ما عندهمش قلوب زيك؟ اخرسي، سيبينا اتكلم، كفايه خرست السنين دي كلها. انت بتكرهيها لان امها من طبقه غير طبقتكم، مش كده؟ بقولك اخرسي، اوعي تدخلي في اللي مالكيش فيه. هتدخل في كل حاجه بعد كده. انت ازاي تتجرأي وترفعي صوتك عليا يا بنت؟ ومن هنا ورايح حاطه صوتي عليكم اكتر واكتر. هقول رايي فيكم بصراحه، هقول الحقيقه اللي بتحاولوا تهربوا منها. والله عاد ما بقاش الا واحده زيك هي اللي تدينا دروس. ايوه هديكم الدروس، الدروس اللي لازم تعرفوها. انتوا ناس قلوبكم قاسيه ما فيهاش رحمه، انانيين ما بتحبوش الا نفسكم بس. فاكرين كل الناس اتخلقت من تراب وانتوا اتخلقتوا من حاجه تانيه. ربنا خلق الناس كلها زي بعض، لحم ودم، شعور واحساس، مفيش فرق بينهم ابدا. لكن انتم لازم تغيروا الوضع ده، لازم في عرفكم يكون في فرق بين الطبقات، غني وفقير، اسياد وعبيد. مش دي المبادئ والتقاليد بتاعتكم؟ الاستقراطيه وحسب ونسب وكلام فارغ من اللي مسيطر على دماغكم. الانسان بيتميز عن غيره بشخصيته، بموهبته، باخلاقه، بالخير اللي بيقدمه للناس، مش بالطبقه بتاعته. لازم تعرفوا ان الدنيا اتغيرت وافكار الناس اتغيرت كمان. فوقوا فوقوا بقى لنفسكم وتحرروا من الاغلال اللي مقيداكم دي. عاجبك كده يا احمد؟ مش سكت البنت اللي مش عايزه تنكسر دي؟ سيبيها تتكلم يا نيل. انا بستغرب يا ابي احمد، ازاي انت الرجل المثقف تقبل وضع شاذ بالشكل ده؟ مالها مراتك؟ ست عظيمة وفنانة كبيرة، معروف عنها إنها عنوان العفة والشرف، الكل بيحترمها وبيحبها، ثم إنها بتأدي رسالة نبيلة للمجتمع زي رسالتك بالظبط. ليه بتعذبها؟ ليه تحرمها من بنتها؟ وبنتك مش صعبانة عليك؟ مسكينة نازلة ترف يوم بعد يوم وبتقرب للموت شوية بشوية، وإنت انت الدكتور الكبير في ايدك لوحدك الدواء ومانع عنها الدواء. فين رساله الطب اللي اقسمت عليه؟ فين المبادئ النبيله اللي انت بتدرسها؟ ايه قيمه الناشين والمجد والشهره والاسم الكبير؟ للاسف كل ده ملوش قيمه دلوقتي لانك قاتل. ايوه قتلتني انا يوم ما حرمتني من حبيبي، دلوقتي عايز تقتل بنتك ومراتك. أنا خارجة، ههرب من السجن اللي أنا عايشة فيه ده. لكن قبل ما أخرج عايزة أقول لك كلمة واحدة. أنت لما اتجوزت وأخفيت جوازك كنت جبان، دلوقتي للأسف أصبحت راجل ما عندكش قلب. هدى! الحقوني! هدى بنت أرسلان! عليك يا رضا، ليه عملتي كده؟ انا عايزه اموت. لا يا حبيبتي، انت لازم تعيش عشان خاطر بابا وعشان خاطر ماما. ماما ماما يا حبيبتي يا بنتي، وحشتيني قوي. انت اللي وحشاني قوي قوي. انت بابا خلاص هيعيش معانا على طول ومش هيسيبنا ابدا ابدا. سامحيني يا ليلى. ليلى أقدم لك ليلى مراتي، أعظم زوجة في الدنيا. شرفتي بيتك يا بنتي. أنا عندي مفاجأة واثق إنها هتسعدكم كلكم. اتفضل يا دكتور عمر. نينا، الدكتور عمر سبق طلب ايد سعاد مني، وانا من قيمه كام يوم بعت له تليغراف باني موافق. قولي له مبروك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. مبروك يا سعاد. سعاد
سلمي على خطيبك. ايه مالكوا واقفين مستمرين كده ليه؟ مبروك يا سعاد، الف مبروك. مبروك يا سعاد. مبروك يا بنت سعاد. اتفضلوا. اتفضلوا.